أينما يوجد الحلم تلوح أمامنا بشائر الأمل، فنجني ثمار طفرة تنموية لقلاع صناعية أمكنها أن تسبق الزمن لتحقق أمل جديد. أمكن للمجمع الصناعي المصري إنشاء عشرات القلاع الإنتاجية، ومن بينها صروح شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تتقدمها شركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنتجاتها التي أمنت المتطلبات الزراعية والصناعية والطبية. تجلت الإرادة الوطنية داخل قلاع الشركة في مناطق أبو رواش، الفيوم، والعين السخنة، ليزداد تعداد مصانعها خلال السنوات الثماني الماضية من 26 إلى 39 مصنعاً، بواقع 13 مصنعاً جديداً نجحت في توفير الأسمدة بأنواعها، الكلور بمشتقاته، الشبة السائلة والصلبة، الغازات الصناعية والطبية، مبيدات مقاومة الآفات الزراعية، مبيدات الصحة العامة والأيروسولات، الكمامات والمطهرات. وفرت تلك القلاع الصناعية الضخمة ما يزيد عن 6000 فرصة عمل. صروح أبت إلا أن تفوق مثيلاتها العالمية، وأن تصدر منتجاتها لنحو 55 دولة عربية وأجنبية. وفي إطار توجيهات القيادة السياسية لتأمين الاحتياجات من الأكسجين الطبي المسال، افتتحت الشركة عام 2019 مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، وتسارعت الخطى، فتم إنشاء مصنعين جديدين لإنتاج الأكسجين والنيتروجين والأرجون بطاقة يومية 200 طن. يصبح إجمالي الإنتاج من الأكسجين المسال 340 طنا يوميا، ومن الأرجون المسال 1000 طن سنويا، ومن النيتروجين 43,000 طن سنويا، مما ساهم في تلبية احتياجات أكثر من 280 مستشفى. كما شهد فرع أبو رواش افتتاح مصنع فوق أكسيد الهيدروجين بتركيز 50%، أمل جديد يزيد الاحتياطات المصرية من الغازات الطبية والصناعية. على طريق الإنجازات نشهد اليوم افتتاح محطة إنتاج الطاقة الثلاثية بقدرة 27 ميجا وات ساعة كهربائية و16 طن ساعة بخار ونحو 430 طنا من المياه المبردة، بما ساهم في الحفاظ على البيئة عبر خفض استهلاك المحروقات بمعدل 25% عن الطرق التقليدية، مع خفض في البصمة الكربونية للمجمع بنحو 40,000 طن ثاني أكسيد كربون كل عام. Your Excellency President al-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt, Excellencies, distinguished audience. It is a great honor and pleasure for me having the opportunity to participate in the official opening ceremony of the new air separation plants located in this great edifice in beloved Egypt. On behalf of Linde Engineering and in particular the executive team, I would like to congratulate the entire team of NCIC involved in this important project on the fast, flawless and safe startup of these two new air separation plants which we are celebrating today. It will be an honor and pleasure for Linde to further enhance our joint collaboration to the benefit of our companies and our great countries. Thank you very much for your trust in Linde. Thank you, Mr. President. وتتسارع خطى الإنجازات، فتواصل النصر للكيماويات الوسيطة إنشاء المزيد من المصانع الجديدة في مجمعها العملاق بالعين السخنة. بمثل هذه المنتجات أمكن لمصر أن تلبي استحقاقات ثورتها الزراعية ونهضتها الصناعية. أمكنها أن تعبر أزمة كوفيد، أن تجابه التحدي بالإنجاز. هكذا يحدون الأمل في بلد يؤمن بقيمة الأحلام.
ويسعى لإتمام نهضة تنموية بقلاع صناعية أمكنها أن تسبق الزمن لتحقق أمل جديد.